بنت يتيمة لما كل ما يتقدم لها شخص ما يرجعش تاني لبيت وحالها واقف، بعمل لها عمل. بص يا خدام بقى، أنا أزعل جدا إن حد فيكم يبقى خادم ويقعد يتكلم عن العمل والشياطين والكلام ده، ما يصحش. انتوا ناس مستنيرة وناس خدام، في شيطان في شيطان، في ناس شريرة في ناس شريرة، لكن لما نصلي مزامير ونتناول الشيطان ايه اللي يقدر علينا؟ وعمل ايه اللي يعطلنا؟ هي كل مشكلة نقول عمل، وبعدين ازعل قوي تقول لي ده انا كلمت راهب، فالراهب قال لي معمول عمل. سوري، اخطيت، الراهب غلطان وارشاده غلط، لانه بيلخبط دماغنا. احنا في شيطان يحاربنا، طب ما بيحاربنا كلنا، لا عمل ولا غير عمل. احنا علينا نعمل عملنا، الصلاه، الانجيل، التواضع، التناول، الاعتراف، خلاص. حتى لو في حاجه اسمها اعمال ما تقربش مننا. لكن هي كل بنت تعبانه بجوازها، ولا بنت مش لاقي عريس، ولا واحد مش لاقي شغل يقول في عمل؟ لا، ما يصحش. انتوا خدام مستنيرين، كلكم حافظين اعطيكم سلطانا على الحياه والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. ولا هناخد كلام المسيح نركنه ونمشي ورا كلام دجل؟ هو اللي قال لا يضركم شيء، نصدق ولا ما نصدقش؟ يبقى ما فيش ضرر ولا حاجه من الشيطان ولا من الاعمال. ولو حاجه مش ماشيه، طب ما عادي، احنا ليه نفسر بطريقه مش عاوزها كده؟ طب ما هو فعلا في عرسان مترددين، فيتقدم الجدع وبعدين يرجع في كلامه. هو دي لازم لها عفريت دي؟ هو متردد، ايه المشكله؟ او تكون البنت طريقتها منفره، فبيجي العريس وبعدين يلاقيها طريقتها جافه كده وعنيفه، فيبتدي يرجع في كلامه. يبقى لما يتكرر الموقف نفكر بعقلنا ايه العيب فين؟ لكن ما نلجاش ابدا لفكرة يبقى في عمل. وهو لو في عمل هنعمل ايه غير ان احنا نصلي ونقرا الانجيل ونقول ابانا الذي، خلص ما يقربش مننا العمل. انا بزعل ان الخدام يكون لسه عندهم الاعتقادات دي ولسه حاطين الموضوع ده في دماغهم. امال الشعب الطيب البسيط يعمل ايه؟ لا، احنا ناس ناضجين وعارفين ان احنا اقوياء بكلمة الله واقوياء بابانا الذي واقوياء بالتناول. فلما حد يجي يقول لك ده انا معمول لي عمل، قول له خلاص روح اتناول ويبطل العمل، بس خلاص. قولي مزامير وخلاص، ما تنسى، ما تخافيش. لكن نقعد نكبر في الشيطان وعملنا له منظر، يبقى احنا اللي غلطنا غلطه كبيره في حق ربنا نفسه، لاننا كاننا طلعنا ربنا ملوش حق في كلامه. هو قال لا يضركم شيء. سؤال تاني بيقول لا يخزى منتظروه، أنا من منتظر الرب ولكن أحيانا بخزى. ممكن تكون بتخزى لأن ليك طلبات مش حسب إرادته. لأن القديس يعقوب يقول تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في شهواتكم. افرض واحد داخل صفقة يقول له رب ما تكسفنيش، وهو داخلها عن طمع، عاوز يكسب قرش من الهوا وخلاص. يا ابني دي شهوات بطال، ده طمع. انت عاوز ربنا يشتغل معاك في طمعك وبعدين تقول ربنا كسفني؟ انت اللي كسفته. ازاي تبقى ابني وشهواتك كلها في الفلوس الزياده والفلوس الحرام؟ يبقى غلط طبعا. فهنا لما ربنا يخزيك ده مش معناه انك انت صح، انت غلطان. وبعدين احنا اتفقنا انه الطلبات تبقى روحية، نطلب الحكمة، نطلب التواضع، نطلب الفرح، نطلب السلام، نطلب نجاح الخدمة. لكن نطلب فلوس ونطلب عروسة ونطلب هجرة وبعدين نقول ما مشيتش، لا. وحتى لو ما مشيتش ده مش معناه ربنا كسفني. شكرا يا باشمهندس. سؤال برضو بيقول سيدنا كلمنا عن فرح الخادم، وعلي أنا يعني قلت إن الواحد ساعات لما يفرح بنفسه زيادة في الخدمة يرجع يلاقي مصيبة أو مشكلة. لا، أنا بقول إنك وأنت فرحان في الخدمة في نوعين.
في واحد فرحان انه اشتغل عند ربنا حلم، فرحان انه تعب حلم، فرحان ان الناس قبلت كلمه ربنا حلم، فرحان ان ربنا ستر وبارك حلم. في واحد فرحان بالمديح، لا مش حلم. في واحد فرحان بالكرامه، لا مش حلم. يبقى فرح عن فرح لازم نميز. فرحان ان الناس مستفيده، وفرحان ان الخدمه ناجحه، وفرحان ان ربنا اداك فرصه تتعب، كل ده حلم وماله لما تفرح. بس قول اشكرك يا رب، ساعتها ما تخافش. لكن لما يكون تركيزك على نفسك زياده مش هتعرف تفرح فرح روحي منتظم. ما معنى الايه اللي بتقول ليس من يشاء؟ ليس من يشاء ولا من يرحم، ليس انت كاتب الايه مش صح، بل الله الذي يرحم. ما معنى ايه؟ دي في رميه 9. رميه 9 بتناقش مفهوم اسمه الاختيار. يعني ربنا اختار يعقوب، اختار موسى، اختار داود. طيب هل اختيار الله معناه ربنا ظالم له ناس؟ لا، ربنا بيختار اللي بيختاره، ربنا بيختار على حسب موقف الانسان اللي قدامه. اذا ربنا مش بيختار اختيار عشوائي والا يبقى ظالم. ربنا اله عادل، لقى داود بيحبه وبيحب الصلاة ومتواضع القلب فعلا ومختار. يبقى اختيار الله هنا مش لأنه عشوائي. فهنا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم، ما بتلغيش دور الإنسان، لكن مقصود إن الإنسان مهما كان دوره ما يقدرش يوصل للسماء إلا برحمة ربنا. يعني افرض الواحد اجتهد وصلى وخدم برضه محتاج رحمة ربنا. فيبقى ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، يعني ما تاخدش السماء بعضلاتك لأن دي بدعة. حاجة اسمها البيلاغية وقت أغسطينوس كان بيتكلم إن الإنسان مسؤول تماما عن مصيره وإن النعمة دي دورها على الهامش. فأغسطينوس بقى ما سكتلوش، قال له لأ، مفيش إنسان يقدر يدخل السماء من غير نعمة ربنا، من غير رحمة ربنا مهما عمل. يبقى هنا الاختيار مرتبط بدور الانسان وقراراته طول حياته، وعلى الاساس ده ربنا بيختار. موضوع الاختيار عموما في كتاب رائع اسمه الاختيار في رمية 9 للمرحوم الدكتور موريس تودروس استاذ اللاهوت يعني. ولو قريتوا تفسير رمية 9 لابونا تدرس يعقوب، او حتى سمعتوا تفسير ضعف لرمية 9، لان باخد ساعه شرح نفهم قضية الاختيار لأنها قضية شائكة شوية. لأن مثلا بولس بيناقش إن ربنا جاب فرعون وقسى قلبه. فطبعا كلمة قسى قلبه الناس بتفتكرها يبقى ربنا بقى سبب القسوة، يبقى ربنا بيعمل شر، يبقى ربنا فرض على فرعون إنه يبقى وحش. لا، فرعون من الأول وحش وفضل يقاوم موسى وضد ربنا وشايف نفسه هو نفسه ربنا، أم ساب الأسود قلبه؟ لما ساب الأسود قلبه يعني حط ضمن الإطار بتاع قصة إزاي المسيح يتمجد ويظهر قوته في شعب ضعيف وينتصر لحزاب موسى، لكن مش ربنا سبب شر فرعون وإلا يبقى ربنا شرير، لكن هو اختار بسابق العلم. ما موقف الكنيسة من المتحولون جنسيا؟ موضوع ده للأسف ربنا يحميكم بيزيد بشكل بشع في أمريكا وكندا. أنا كنت هناك من أسبوعين وقعدت مع طبيب من اللي بيعملوا العمليات دي، يعني يشيل الجهاز التناسلي بتاع الراجل تماما، عملية معقدة، ويحاول يشكله عشان يبقى زي واحدة ست، ويدوا له هرمونات بعد كده انثويه عشان يبقى ست حسب اختياره، والدوله هي اللي تصرف على الكلام ده. العمليه دي بتكلف $50,000، تخيلوا، والدوله تصرف. شوف العالم ماشي في شر قد ايه، والست اللي عاوزه تبقى راجل
يركبوا لها أجهزة معينة عشان تاخد شكل الراجل مع هرمونات الذكورة، وحاجة بشعة جدا. طبعا ده شيء يعني مدمر للإنسانية. ولما سألت الدكتور الجراح ده قال لي أغلبهم مشوهين نفسيا، يعني بيبقوا حاولوا ينتحروا كذا مرة ومقطعين في جلدهم، وشخصيات مش سهلة، ومعروف ان نسبة الانتحار فيهم عالية حتى بعد العملية بتاعت الترانسجندر دي. انما الحقيقة العجيب ان القوانين ماشية لصالحهم بطريقة غريبة جدا، والكنيسة هناك داخلة على اضطهاد، يعني كنايسنا لانها بتعلن ان ده غلط دلوقتي كنايسنا بره هتضطهد اكتر من مصر لانها واخده موقف ضد الهوموسيكشواليتي ضد الترانس جندر. فانا قلت لحد من ابائنا الكبار الاساقفه هناك، قلت له سيدنا ربنا معاكم، انتوا داخلين على زمان اضطهاد. من هو اللي قال الحقيقه؟ احنا هنا داخلين على ايام صعبه، لانه اي حد يلمح، بس يلمح انه مش مرتاح لفكره واحد يغير جنسه او واحد عامل فيها واحده بأي درجة يترفض من شغله فورا. دي ما فيهاش فصال. ودلوقتي التعليم داخل على المدارس ان كل طفل يختار الجنس بتاعه، والاباء والامهات مش من حقهم يتدخلوا في القرار ده. تخلوا طفل 8 سنين يروح يقول انا عاوز ابقى بنت، ابوه وامه يتخرش ما يقدروش يبنوا، والدولة هتصرف عليه هو 8 سنين عشان يمشي كبنت او بالعكس. بصوا بقى اللخبطة. طبعا عيالنا اللي في مدارس هناك يقول لك يا بني اللي كان قاعد جنبي كان بوي دلوقتي بقى جاري، اتعامل معاه ازاي؟ يعني بجد عيالنا غلابة، والامهات بتشد في شعرها اللي تقول لك طبعا مش عارف اجاوبه، اقول له ايه؟ اقول لابني ايه دلوقتي؟ وبعدين يجي ولد تاني يقول لها ماما انا عندي اللي جنب معايا في الفصل عنده 2 بابا ما عندوش ماما، 2 بابا عايشين معاه في البيت، وهي دي الفاميلي، هي دي الاسره. ايه اللخبطه دي؟ طبعا ده قمه الفساد والشر. ده هنا الشيطان صدوم وعموره شغال تمام دلوقتي. فطبعا احنا داخلين على زمن غريب وعجيب، وهيبقى في اضطهاد. وانا اعتقد يعني الكلام ده قالوا لي ما تقولوش هناك والا مش هيدخلوك امريكا تاني، ان البلاد دي هتنهار بعد شويه، لان ده معروف في التاريخ. الناس اللي بتفتري ضد اراده ربنا دي تعلى وتتهبط جامد، فغالبا الكيرف هينزل جامد قوي بعد شويه. اللي حافظ البلاد دي ان فيها اتقياء من ولاد الكنيسه. فاكرين لما ابونا ابراهيم قال له لو في 50 بار اهو، في 50 بار في البلاد دي، عشان كده ربنا مطول باله. لكن في كميه شر ما سمعناش عنه في التاريخ قبل كده ماشي ببشاعه. الافلام اغلبها اللي نازله جديد بتمجد القصه دي، حتى افلام الكرتون بتاعت الاطفال بقوا يحطوا شخصيات من النوع ده، اللي هو الشخص اللي عنده ميل جنسي لنفس الجنس، ويطلعوه مثالي، ويطلعوه شخصية بطل الفيلم، ويطلعوه شخصية الناس كلها تحبه، عشان كل جيل يعتقد ان ده الطبيعي. الشخص المثلي ده بقى هو الطبيعي، واللي متجوز ده مش طبيعي، ده شخص متخلف. فطبعا كل ده ضد المسيح بشكل عنيف. لازم نصلي جامد لان العالم وضع في الشرير والشر فعلا بيزيد. التعليم بقى مهم جدا، تعليم في الكنيسه وتوضيح الحاجات دي. واظن انتوا عارفين ان احنا بنطلع حاجات كرتون انا بشتغل فيها للاطفال، برد على الكلام ده عشان يبقى الطفل من صغره عارف الوعي ده. لو دخلتوا على حاجه اسمها قيصاره تون هتلاقوه على الانترنت، هتلاقوا حلقات كتير قوي للاطفال فيها ردود على الكلام ده بلغه الاطفال، عشان تساعد عيالنا من الاول يبقوا فاهمين ربنا بيقول ايه.
طبعا نفسنا نبتدي خدمة خاصة بالأرامل، في كنايس ناجحة فيها، لكن احنا كأب أبرام لسه ما عملناش خدمة مخصصة للأرامل، يمكن قريب نعمل كده. الكاهن ممكن ما يفتقدش الخروف الضال، بلاش تلوم الكاهن، الكاهن غرقان في 100 حاجة، انت اشتغل. ما تلاقي خروف ضال ادي اسمه لابونا، انا كمان تعمل حاجه كمان، روح اجري وراه ودور عليه، لانه احيانا يكون ابونا عنده 50 خروف ضال فمش ملحق عليهم برضه. في الورث او الميراث، انتوا فاهمين الشريعه المسيحيه، كل ما يملكه الزوج ملك زوجته. فلما الراجل يموت الحياه مفيش حاجه بتتوزع، دي حاجه مراته، هي عاوزه توزع، هي حر. الشريعه المسيحيه بتقول كده، ما يملكه الزوج تملكه الزوج، وما تملكه الزوجه يملكه الزوج. وبعد كده في توزيع الميراث للاولاد، الولد زي البنت، ما عندناش حاجه غير كده. ده الفكر المسيحي بتاعنا، حاجه الراجل ملك مراته، وحاجة الأولاد كلهم زي بعض. إنما كمان فوق ده كله عندنا شريعة الحب، يعني كل واحد عاوز يدي ما ياخدش. دي بقى إيه الفكر المسيحي كده؟ كل واحد عاوز يدور يدي ما ياخدش، ما هوش بيتخانق على حقه. طريقة التفكير دي أساسا مش مسيحية. ما حدش بيتخانق على حقه، ما فيش ده. كل واحد ما عندوش مشكلة خالص في موضوع الفلوس ده، تحت رجلين ولاد ربنا. يقول ليه الحضانات في بعض الطوائف أقوى؟ الحقيقة حضانات الأب أبرام أنا بشهد لها حضانات مميزة جدا، العيال بتعرف تقرا وتكتب وحافظة ألحان وحافظة مزامير ونظيفة ومنظمة، وهم 3 سنين. فاللي بيقول كده كلام مرسل إن حضانات الطوائف أحسن، الحقيقة يا إما مش خادم أنبا برام، يا إما ما شافش حضانات القرى اللي موجودة عندكم. نعمة ربنا في حضانات نموذجية موجودة في قرى فقيرة جدا. وده تعبكم وجهدكم. فبلاش الواحد يعمم ويقول مثلا دول ناجحين في كذا، ولو ناجحين طب واحنا ما ننجحش ليه؟ ناقصنا ايه؟ احنا عندنا كل حاجه. فما نقعدش نبص بره، احنا كل حاجه نقدر نعملها جوه كنايسنا ونعملها على احسن مستوى. هل اسيب الخدمه واسافر عقد عمل؟ اذا كانت ضروره غصب عنك يجوز، لكن يعني ارجع لأب اعترافك، خد وقت في الصلاة، وأي بلد هتروحها في فرصة إنك تخدم برضه. يعني اللي يسافر لازم يضاعف ارتباطه بربنا، لأن في بلادنا هنا الجو بيشجع على الكنيسة وعلى الروحانية. اللي بيطلع بلاد عربية أو بلاد أجنبية الجو ما بيشجعش كفاية. فلو هو مش حريص على صلواته وإنجيله وقداسه وخدمته بيضيع هو وبيته. فيبقى اللي ناوي يسافر لازم يبقى من الأول واخد باله إنه هيزود علاقته بربنا، مش هيسيب الطيار ياخده. موضوع من سألك فأعطيه، جاوبنا عليه كتير. خلي عندك استعداد للعطاء، لكن العطاء بحكمة. ما مش لازم تديله اللي هو طلبه بالظبط، لأنه ممكن يكون اللي طلبه مش في محله. افرض طالب فلوس وهيشرب بيها مخدرات، يبقى ما تديلوش. افرض طالب فلوس بيسدد بيها ديون، وأول ما يجيله فلوس هيتداين تاني، يبقى هاخد فلوس ربنا بتاعت الغلابة. واحد عمال يلعب بالفلوس كده لعب، يبقى ده عدم امانه من الكنيسه. فهنا مش لازم تدي للطالب طلبه بالظبط، لكن اديله اهتمام، صلي له، فكر معاه، شوف تتحل المشكله ازاي، لكن مش لازم تهاوده في طلبه، لان ممكن يكون طلبه يؤذيه. فالحكمه تقتضي ان الواحد يعطي، ولكن يعطي الاحتياج مش المزاج.
وبالتالي مش لازم نفس الطلب. ربنا نفسه بيعمل معانا كده. احنا ساعات نطلب طلبات ربنا ما يديهالناش. هل هو هيبقى مقصر؟ حاشا، بيدينا حاجات اهم، بيدينا بقى نعمه وحكمه وبركه وستر وحاجات كبيره قوي. انجيل وكيل الظلم، ببساطه وكيل الظلم شخص كان غير امين في حياته، على اخر حياته اكتشف انه هيترفض، خلصت فرصته، قرر يصلح موقفه قبل ما يترفض. الواحد بيلحق يتوب قبل ما يمشي، فلقى ان اكتر حاجه تكمل توبته هو ان يعمل خير في الناس اللي ظلمهم وداس عليهم قبل كده. فابتدى يجيب الناس المديونين المثقلين ويخفف عنهم الاحمال. يعني ببساطه الراجل اللي كان وكيل ظلم نجح انه يدخل السنه بحاجتين، بالتوبه وبعمل الخير للفقر. ادي المثل. من هنا ربنا يسوع طلع بالاستنتاج الجميل، اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم، يعني بدل ما الفلوس تروح في الظلم استخدموها في الخير، حتى اذا فميتم يقبلونكم في المظل الابدي. عشان لما تمشوا يبقى في ناس تشفع فيك، تعبت معاهم عملت معاهم خير يستقبلوك في السماء. فالمثل تركيزه على العطاء وعلى عمل الخير اللي بيه الإنسان يتصلح موقفه قدام ربنا. كل الخطايا مهما كانت بشاعتها ودرجتها بالتوبة تروح، لو توبة صادقة واعتراف صادق ونهاية للخطية ما بتتعملش تاني، مهما كانت الخطية تتشال كأنها ما كانتش. أنا هو الماحي ذنوبك من أجل نفسي وخطواك لا أذكر. إن كانت خطواكم كالقرمز تبيض وتصير كالتلج. تصور بقعة صعبة قوي وبعدين تدعك وتروح ما تلاقيش ولا أثر ليه. الخطية كده تتشال وكأن ملهاش أي أثر، يبقى اللي فات مات فعلا، وده طبعا غفران مدفوع الثمن في دم المسيح له المجد. وبالتالي دي نعمه كبيره قوي بنفضل نلح على طلبها في كل صلواتنا، يا رب انعم لنا بغفران خطايانا. سؤال جميل بيقول، لما بسمعك بتتكلم عن الخروف الضال أنا بشجع الكل وبفرح بكل الخدام، لكن الفنيين عادة بيدوروا على الناس الملتزمين والشطار. بص حبيبي، حلو جدا إنك تشجع الكل على الخدمة وتجيب كل الناس تخدم، لكن من قبل نمو الخدمة المميز الملتزم بنديله خدمة أكبر عشان الخدمة توسع، وده تعليم المسيح. الأمين في القليل نعمل إيه؟ نقيم على الكثير. يعني أنت دعيت 10 شبان يخدموا حقق حلمك، فيهم 2 ملتزمين جدا بيحضروا بأمانة، مواعيدهم مظبوطة في منتهى الأدب في منتهى الخضوع، كبرتهم بقى كل واحد منهم ليدر، وفيهم 3-4 يجوا مرة ويغيبوا 3 مرات، افضل شجعهم، افضل افتقدهم. مش بقول لك تركنهم، ما تركنش حد، لكن هتحمل على مين في الخدمة؟ ملتزم، لأنه أمين في القليل تقيم على الكثير، تقوم الخدمة توسع وتكبر. ولو واحد غار وقال لك طب اشمعنى زميلي عملته ليدر؟ قل له إن أحسنت أفلا رفع. هو أنت مش واخد بالك؟ فلان ما بيغيبش ولا مرة، فلان ملتزم، فلان عمل كل اللي اتفقنا عليه، فلان أنا مش بجامله عشان هو اسمه فلان. إحنا بصينا وعملنا تقييم لقينا إن التزاماته خلته يكبر في الخدمة. وإن أحسنت أفلا رفع، دي قالها المسيح لقايين، تكوين 2 بدري قوي. يعني إيه؟ يعني إحنا مش بنميز حد على حد، الكفاءة والأمانة هي اللي تخليك مميز. لكن انت عاوز تبقى مميز وانت مش جد ومش واخدها باهتمام، يبقى ما ينفعش طبعا.
سؤال تاني، ما خطية موسى بالتحديد لما ضرب الصخرة مرتين؟ بصوا الخطية دي هتلاقوها تعبير قال المسيح ان هم ما احترموش ربنا، يعني في لحظة غضب من موسى ما كانهم اهانوا الحضور الإلهي. موسى اتنرفز على غير عادته، فمن غيره قال جملة لا تليق ابدا واحد واقف قدام ربنا: أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء أيها المرضى؟ ومسك الصخرة رزعها بالعصاية مرتين، واحد متنفس. فربنا زعل قال له لا مش هتدخل كنعان، لأنه هو ضرب الصخرة كان إشارة للصليب، فده لازم يتعامل بوقار وباحترام لأن دي معجزة، مش واحد عصبي هيعمل معجزة يعني. ولما ضربها مرتين بعض الآباء قالوا كأنه بوظ الرمز، الرمز لازم المسيح يموت مرة واحدة، فضرب الصخرة مرتين ده عمره ما كان طلب المسيح. وبعدين كان المفروض بس يكلم الصخرة المرة دي لأنها ضربت قبل كده، وبدل ما يكلم الصخرة يعني يتضرع كده لربنا طلع مية من النرفزة، خبط الصخرة بعنف. فهنا يعني حصل زي نوع من عدم الاحترام لربنا، عشان كده موسى ما يعني عارف انه كان غلطان. بس عايز اطمنكم ان العقاب لموسى بالنسبه لموسى ما يفرقش كتير. يعني موسى طبعا كان نفسه يشوف كنعان، ام ربنا طلعه فوق الجبل قال له هي دي كنعان، كان شافها من فوق الاردن كده بس هي دي. لكن موسى كان رايح للمسيح، وبعدين موسى ظهر في التجلي، والتجلي كان جوه كنعان، فطبعا ده معناه ان موسى حاجه كبيره عند ربنا قوي، مش مرفوض يعني. لكن عشان نتعلم ان حتى رجال الله ممكن يغلطوا بعد ما وصلوا لدرجات عاليه، وان ربنا يعني لا يحابي في الحق. يعني حتى داود لما غلط ساء الامر جدا في عيني الرب، وداود خد تاديب محدش خده. ليه؟ مش معنى ان رجل الله انه يعفى من التأديب، لا بالعكس ممكن يبقى حسابه اصعب. فهنا لكن موسى ما زعلش قوي يعني، ما تقلقوش، لانه واخد مجد كبير في السماء. جوزي مدمن ودلوقتي تحول لمريض نفسي، ربنا يعينك يا بنتي، ربنا يساعدك. لازم كاهن ولازم طبيب نفسي مع بعض يساعدوه إذا كان قابل للمساعدة. أنت كملي رسالتك، احتملي، صلي كتير، ربنا هيكافئك على صبرك وعلى ودعتك وعلى أمانتك. وفي آية جميلة تقول إيه؟ يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. في رجالة مع سنين طويلة اللي يرجعوا العقل ويظبط حياته سيرة مراته القديسة البركة اللي استحملته وشالته وسطرت عليه وعقلته يعني. فيربحون بسيرة النساء بدون كلمة.